السلام عليكم، تحية للجميع. كما كتلاحظوا اليوم جينا لهذه المسيرة الاحتجاجية الحاشدة من أمام البرلمان، وهذا بطبيعة الحال إن دل على شيء فإنما يدل على أن رجال ونساء التعليم رافضون لكل المخرجات التي جاء بها، سواء النظام الأساسي، سواء اتفاق 10 دو جنبير، سواء ما يناقش حاليا. يعني كل هذه المقتضيات هي مرفوضة من طرف رجال ونساء التعليم، والدليل ليس هو ما يروج في الحوار، وإنما الدليل ما يوجد في الميدان. اليوم الإضرابات على الصعيد الوطني مستمرة وناجحة، المسيرة الاحتجاجية ناجحة، وهذا كله رسالة للحكومة وللوزارة لكي تلتقط هذه الإشارة وتنصف رجال ونساء التعليم، أولا بسحب النظام الأساسي كلية وليس فقط تعديله أو إدخال بعض الفصول وحد فصول أخرى. رجال ونساء التعليم لم يخرجوا للاحتجاج من أجل الزيادة في الأجور فقط، وإنما خرجوا للاحتجاج من أجل سحب النظام الأساسي وحل الملفات العالقة. اليوم للأسف الشديد الملفات التي ظلت وكانت تعاني منذ سنوات لا زال يعني الأمر مستمر، خاصة على مستوى الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لا وجود لإدماج حقيقي في إطار الوظيفة العمومية. على مستوى الزنزانة 10 لا وجود لإنصاف وترقية استثنائية لهذه الفئة. على مستوى خارج السلم الآلاف من الرجال ونساء التعليم حرموا بسبب إحالتهم على التقاعد، فبالتالي عدم وجود الأثر المادي والإداري، الأثر الرجعي المادي والإداري. فلذلك نضيف إلى هذا ملف الدكاترة وحاملي الشهادات وضحايا النظامين إلى آخره من الملفات الكثيرة والمتعددة. هذه هي الملفات الآن التي يجب على الحكومة أن تنكب على معالجتها، وليس فقط الفتات. 1500 درهم التي تتبجح بها الحكومة لا تساوي شيئا في ظل الوضعية التي أصبح يعاني منها رجال ونساء التعليم. اليوم للأسف أجرة رجل التعليم أصبحت لا يفصلها بينها وبين الحد الأدنى للأجور إلا الشيء القليل، فمع ارتفاع الأسعار، غلاء المعيشة، التضخم، فلهذا بالدارجة الناس وصلت بهم العظم فخرجوا ليحتجوا ويعبروا عن أصواتهم. فالحكومة اليوم مطالبة بالتقاط هذه الإشارة وإنصاف رجال ونساء التعليم بتدابير وإجراءات ترتبط بسحب النظام الأساسي ومعالجة الملفات العالقة. وتحية نضالية لكم. ولاد حمال الكاتب الوطني الجامعة الوطني المنطفي التعليم، اليوم حضور الجامعة الوطني المنطفي التعليم في هذه المسيرة للشغيلة التعليمية بكل مكوناتها المتضررة، بكل هذه الإطارات التنسيقية التي تؤطر هذه الدينامية النضالية، هو شيء عادي، لأن الجامعة الوطني المنطفي التعليم هي جزء من هذه الدينامية النضالية، ليس اليوم ولكن منذ سنتين، لأن كنا ننبه الوزارة أن المسار الذي يتخذه الحوار القطاعي سيؤدي الفشل، واليوم هذا الاحتقان، هذا التوتر هو مؤشر على هذا الذي كنا ننبه منه. استجبنا لدعوة وزارة التربية الوطنية وانخرطنا في جولة حوارية، قدمنا مقترحات شغيلة تعليمية، قدمنا ملفنا المطلوب، أخذنا معنا كل 5 تنسيقيات وطنية مؤثرة في الساحة في الوفد ديال الجامعة الوطنية المنطفي التعليم، اتفقنا مع وزارة التربية الوطنية على لقاء من أجل استماع للردود وللأجوبة. فوجئنا يوم الاثنين أن وزارة التربية الوطنية خذلت الجامعة الوطنية المنطفي التعليم، تنصلت من لقاء المزمع عقده واشترطت علينا، يعني اشترطت علينا يعني أن نصدر بيان ندعو فيه الشغيلة التعليمية إلى العودة. نحن رفضنا هذا الحوار المشروط واستأنفنا برنامج نضالي، لأن المنسحب معهم الشغيلة التعليمية.